جدا جدا، ولازم اعترف بكده. كابتن انور من اول الاوائل الناس وقفوا جنبي، لان انا كنت في النادي الاهلي وانا عندي 13 سنه، وكان معانا جيل برضو اللي هو طلع ده كله، وفي ناس كمان ما كملتش وعاملين مع بعض جروب لغايه دلوقتي من واحنا عندنا 14 سنه. عاملين جروب اليومين دول حوالي 28 من اسمه جروب النادي الاهلي تحت 14 سنه. طب ايه موقف تفتكره له كده اكبر موقف؟ يعني في فعلا معلومة انه حلق لك شعرك فعلا؟ لا ده بصي، لا هو ايه، دايما هو عشان مربينا وعايز صرامة، فانا طول عمري بحب اربي شعري. وبعدين انا مثلا الاعلى علاء ميهوب، فعلاء ميهوب جت فترة كان مربي شعره بس طبعا الكابتن انور ما قدرش يجي ناحية الكابتن علاء ميهوب، فقال لي اول مرة يحلق شعرك عبد الجليل، قلت له حاضر يا كابتن. تاني مرة انا رحنا معسكر في نجع حمادي، راح جايب كابتن حمادة صدقي، كان لعيب، عارف كابتن حمادة صدقي، كتفهولي يا كابتن انور. قال لك انا مش قايل لك احلق، وكان يوم جمعه ورايحين نصلي، حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا. عادل الرحمن واقف بيضحك، قال له بتضحك؟ طب تعالى، وراح تك تك برضه. كابتن ربيع ياسين، عمرك شفته يضحك في جامعه؟ والله العظيم احنا داخلين، انا وداخلين الجامعه نصلي، لقيت كابتن ربيع واللعيبه كلها قاعده بتصلي، كله من منظر طبعا اكيد بوظ لنا شعرنا. فهو كان يحبنا ان احنا من يعني لا نهتم بالكوره، سيبك من شعرك، سيبك من منظر، ودي حاجه كويسه، بس في الوقت الحالي دلوقتي مفيش الكلام ده. يعني انت انا ليك الملعب، عشان كده الفرق ما بين المدرب المصري. السيزون ده كان تهالي واحد من احسن المواسم.